السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نؤكد أن مصر سباقة في إنشاء السكك الحديدية، حيث تم تسيير أول خطوط للسكك الحديدية في مصر، أول دولة في الدول العربية والشرق الأوسط. ما نشاهده الآن توثيق للقطار الفرنساوي القديم، وهذا هو شباك التذاكر الخاص بالقطارات الفرنسية القديمة أو القطار الفرنساوي الصغير. نتحدث اليوم 15 يوليو 2021. هذه هي شبابيك التذاكر التي كانت التذكرة لا تتعدى قرشان، وكبار السن يعرفون ما معنى قرشين ساغ أو قرشان. طبعا الجنيه المصري 100 قرش، يعني الجنيه المصري كان أجرة ركوب 50 رجل القطار. هذه شبابيك صرف تذاكر القطار الفرنساوي. وهذه كذلك هذا هو المبنى الإداري للقطار الفرنساوي القديم، ما زال موجود بالمنصور